بداية يعني مع بداية السنة الجديدة سيد لواسة، شفنا أنه هناك زيادات مست مختلف يعني القطاعات والمنتوجات وحتى المواد الاستهلاكية. اليوم كيف ستتضرر القدرة الشرائية للمواطن، خاصة أنه الجزائريين خلال الخمسة أشهر المقبلة مقبلين على فترة صعبة نوعا ما نظرا للمناسبات المتتالية وبالتالي مصاريف زائدة؟ صراحة يعني والله لما نتكلموا في الأمر هذا، الأمر يعني أصبح يخص كل الجزائريين بكل الطبقات. يعني لما نشوفوا في الدول الأخرى سواء الدول المتقدمة، نلقاو أن المستهلك عنده الحد الأدنى من توفر المواد الاستهلاكية ومن الخدمات، بينما وتكون في متناول الجميع سواء الطبقة الفقيرة أو الطبقة العاملة أو الطبقة حتى صح التعبير نقول الغنية. ولكن هنا في الجزائر نلقاو الفوارق، يعني على سبيل المثال في أوروبا أو في الولايات المتحدة، يعني الفواكه والخضر واللحم يعني حاجة كما نقول الإنسان حاجة اللي يحتاجها كما نقولوا الإنسان مينيموم دو باز، يعني كما نقولوا احنا متوفر للكل وبالأسعار في متناول الكل. بينما هنا في الجزائر أصبحت المواد الكمالية بالكاد مستعصية حتى على ميسوري الحال، فما بالكم بالفقراء. احنا لما نتكلم عن المستهلك عندنا مستويات في الجزائر تاع المستهلكين، ولازم نقولها بكل صراحة. المواطن اللي راه كيتقاضى أقل من 60,000 دينار لأسرة مكونة من 5 أفراد، ورانا عملنا إحصائيات العام الفارط كانت في 50، هذا العام رفعناها عملي 60 و70,000 دينار، يعني كحد أدنى من الأجر باش يقدر كما نقولوا احنا يفوت اليامات نتاعو. لما نتكلموا عن الطبقة الفقيرة والمعوزة كان الله في عونهم، رغم أنه فيها سياسة الدعم للمواد الاستهلاكية، إعانات من وزارة التضامن، عندنا حكومة تضامنية والحمد لله، ولكن قليل. لما نتكلم على شهر رمضان والمواطن الجزائري اللي يكون كما نقول يوفر ميزانية خارقة للعادة، لأنه في العائلة تحضير الوجبة نتاع الفطور اللي تكلف أكثر من 2,000 دينار نقولوها بكل صراحة. في المقابل رانا نشوفوا اللحوم الحمراء اللي عرفت ارتفاع كما نقولوا كبير، وهي سيد الطعام ودخلة في تحضير الوجبات. يعني من شهر رمضان دخلت في الأجندة تاع المواطن المستهلك الجزائري أنه لازم يقضي العطلة إن كانت على حسب هناك إمكانية نتاعو، يعني كاين اللي يقدر يقضي العطلة هنا في الجزائر وكاين اللي يقضيها خارج التراب الوطني، زيد على ذلك فاتورة الدخول الاجتماعي وما يليه من أدوات مدرسية ولباس، نسينا كما نقولوا عيد الفطر يعني الأولاد، يعني على الأقل لأنه يخصص ميزانية 6,000 7,000 دينار للطفل الفرد الواحد، يعني مع العلم أنه هناك في بعض المراكز التجارية 6,000 دينار ما تشري لكش حتى سروال يعني مش نقولوها، يعني هي أشهر صعبة. نعم أشهر صعبة وارتدادات، يعني اللي راح يدفع الثمن نتاعها هو المواطن البسيط. يعني اللي يكون ميسور الحال ما راحش يتاثر. علاش قلت لك الاخت عقيله ان المستهلك في الجزائر نقدر نقولوا طبقيه في المستهلكين، يعني كاين مستهلك اللي يقدر يقضي كما نقولوا احنا الحد الادنى. راني قلت لك في الدول الاخرى الحد الادنى متوفر، حتى في دول شرق اسيا نلقاو الحد الادنى متوفر من ماكل ومشرب. هنا في الجزائر الناس ما راهيش قادره تشري الفاكهه، رانا نشوفوا فاكهه بلغ الثمن نتاعها فوق 300 دينار، يعني هذا الموز البطاطا راهي تلحق لحقت كما نقولوا أرقام قياسية، يعني نقدر نقولوا ما سجلتش حتى ولو في دولة أخرى.